أولا قولكم شيء، هي الزيارة المبنية أولا على لقاء وشراكة مع وزارة الهجرة التي تمت، ولكن وزارة الهجرة تنسق مع المؤسسات الرسمية والجمعيات، تنسق مع المؤسسات والجمعيات التي كترغب فيها. فزيارتنا للمغرب أولا هي زيارة عن شراكة بدعم من وزارة الجالية، أهدافها كما سطرت عليها قبل أنها الربط بالوطن الأم، تعريف بالتطورات الذي قام بها صاحب الجلالة في المغرب كامل، التعريف بالجالية المغربية بإسبانيا والأوطول اللي كتحقق نجاح كبير خارج الوطن، والزيارة الخاصة لهذه الجمعية فهي كما ذكرت في الأول مع السيد الطاهري، فهي زيارة أخوة، وسوف نعمل إن شاء الله تعارف، وسوف نعمل عن شراكة في المستقبل إن شاء الله حتى يتسنى لنا مساهمة البناءة لهذه الجمعية إن شاء الله من خلال هذا الوجود. وبالنسبة للزيارة ديالكم فاش كتندرج؟ شنو الهدف ديال الزيارة هذا كتبغيها؟ بالنسبة للجمعية؟ بالنسبة للمغرب؟ بالنسبة للمغرب، المغرب والزيارة هي الإخوان باش المجموعة اللي كتضرب في هذه الزيارة تعرف أن هناك الوحدة الترابية أولا التي يدافع على خارج الوطن، وهذا الموضوع كان عندهم واحد شوية فيه من الجهل، هناك تفريط من بعض الإدارات، ولكن الجمعية تحاول أن تسد هذا الفراغ بالتعريف أن المغرب في صحرائه والمغاربة يدافعون على صحرائهم. هاد الأبناء ما حضروش في 1975، ما كيعرفوش المسيرة، ما كيعرفوش الحدود ديال المغرب، ولكن هذه أول الأهداف ديالها. زيارة ثقافية، مجال ثقافي كذلك، أنهم كيعرفوا فين وصلوا، تعرفوا بحال عند الدكتور الطاهري، دكاترة في المغرب ودكاترة في الخارج. العامل الثالث هو ربط بالوطن الأم، ربط بالوطن الأم، ما يبقاش ديك الفراغ وديك الهوية باش هاد الأبناء ديالنا ما يضيعوش في الخارج، باش هاد الأبناء ديالنا عندهم أم كيعرفوا بأن هناك وطن يحميهم وهناك ملك يرعاهم. وبالنسبة لبرنامج ديال الزيارة ديالكم المغرب؟ برنامج الزيارة بدا إن شاء الله من 21 28 ديسمبر، اللقاء كان في مدينة الدار البيضاء عبر المدينة القديمة وبعض الجهات، كان مدينة الرباط كذلك، هناك زيارة رسمية للضريح محمد الخامس في توقيع الكتاب الذهبي الذي تحصل الإخوان تحضروا فيه، هناك كانت زيارة مبرمجة لمجلس المستشارين تم إلغاؤها نظرا لوفاة أحد أعضاء المجلس، وبعد ذلك مدينة فاس، تعرف مدينة فاس العتيقة بكل المرامح ديالها، مدينة زرهون، مدينة وليلي. أنا اخترت هذا المدار ديال الدار البيضاء الرباط فاس مكناس، كتشوف هاد المدن كلها عواصم، هاد المدن كلها عندها تاريخ في المغرب، تاريخ عريق، فمدينة مكناس لها هي القيمة ديالها والمكانة ديالها، وأنا هنا لأعرف بتاريخ مدينة مكناس. يعني الختام غادي يكون مدينة مكناس إن شاء الله؟ الختام غادي يكون إن شاء الله بمدينة مكناس، بعد واحد الزيارة اللي غتكون في وزارة الجالية لتقديم حصيلة هاد الزيارة. شكرا.